قطاع السياحة التاريخي. صحيح عبد الله، أعلنت وزارة الثقافة السعودية ممثلة ببرنامج جدة التاريخية عن اكتمال الأعمال في مشروع تدعيم وإنقاذ 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية التي تحمل عناصر معمارية وتراثية ثرية. المزيد في هذا التقرير نتابع. دولة السعودية أهمية كبيرة في الحفاظ على التراث وتنميته، فرؤية 2030 تضع في صميم برامجها الالتزام بتعزيز التنوع الحضري والاقتصادي إلى جانب الحفاظ على الهوية الثقافية. أحد هذه البرامج هو برنامج جدة التاريخية الذي يعمل على المحافظة على منطقة جدة التاريخية وعمارتها التقليدية ومواقعها التاريخية وسماتها الفريدة، بهدف إحياء مباني المنطقة وتأهيلها حسب متطلبات اليونسكو في سجل التراث العالمي، حيث يقوم البرنامج بتطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزا جذابا للأعمال وللمشاريع الثقافية ومقصدا لرواد الأعمال. تضم جدة معالم تراثية يزيد عمرها عن 500 عام، من بينها ما يفوق على 600 مبنى، بالإضافة إلى 36 مسجدا وخمسة أسواق تاريخية بهندسة معمارية فريدة، حيث أكمل برنامج جدة التاريخية أعمال مشروع تدعيم وإنقاذ 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط في المنطقة بمبلغ يصل إلى 50 مليون ريال. تستهدف سعودية عبر هذا البرنامج استقطاب نحو 20 مليون زائر سنويا لهذه البقعة، مع توقعات أن تصل مساهمة هذه المنطقة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 مليارات ريال وخلق 25 ألف وظيفة بحلول العام 2030، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات التاريخية والعناصر المعمارية التراثية لمدينة جدة. لاقتصاد الشرق مع بلومبرغ، عبد الله عيسى. نذهب إلى جدة، ينضم معنا المهندس محمد بامحرز، مدير عام إدارة ترميم الأصول التراثية ببرنامج جدة التاريخي. مرحبا بك سيد محمد. ما نسبة الإنجاز في برنامج جدة التاريخي؟ السلام عليكم. أولاً أحب بس أولاً أدي نبذة عن مشروع التدعيم والإنقاذ اللي تم الإعلان عنه. هي عبارة عن مبادرة من سمو سيدي ولي العهد لإنقاذ وتدعيم المباني الخطرة في المنطقة، وهذا نابع من حرصه على الحفاظ على التراث في المملكة بشكل عام وفي جدة التاريخية بشكل خاص. المبادرة كانت تشمل دعم سخي ب 50 مليون ريال جاء برنامج التاريخية، وتم العمل على 56 مبنى تراثي من تدعيم وإنقاذ. والمباني اللي اشتغلنا عليها في تدعيم وإنقاذ بشكل عام هي مباني خطرة وآلة للسقوط، وتحمل كثير من التفاصيل المعمارية والتفاصيل التاريخية والتراثية. هذه نبذة عامة عن مشروع التدعيم والإنقاذ اللي تم دعمه والإعلان عنه من قبل سمو سيدي ولي العهد. مرحبا بك مهندس محمد. يعني تابعنا في التقرير تقرير مفصل عن جدة التاريخية والمأمول منها. نتحدث عن يعني النية استقطاب 20 مليون زائر سنويا. متى تبدأ هذه العملية مع اقترابكم من إكمال يعني إكمال كل هذه الأعمال لها علاقة بالإنشاءات، إعادة التأهيل؟ متى تبدأ العملية السياحية؟ متى تستقطب السياح؟ وماذا كذلك عن يعني الجانب التجاري من هذه المدينة التاريخية؟ ممتاز. خليني أعطيكم نبذة عن العمل في المنطقة، إيش اللي بيقوم فيه برنامج جدة التاريخية. برنامج جدة التاريخية معني بمنطقة جغرافية مساحتها 2.5 كيلومتر مربع، اللي هي مصنفة في اليونسكو. وبشكل عام البرنامج يشتغل على مخطط عام، وتم إعلان المخطط العام من سمو سيدي في 2021، ونشتغل على عدة مسارات تطويرية، من أهمها تطوير البنية التحتية، البنية الفوقية، نشتغل برضو على إعادة إحياء المباني التراثية، نشتغل على ترتيب الأثار وتفعيل المنطقة وإدارة المنطقة. سؤالك على تفعيل المنطقة وإدارة المنطقة، حاليا نحن بنستقطب
كثير من المستثمرين، اذا كان من خلال الفنادق اللي تم الاعلان عنها في الفتره السابقه، 165 فندق، غرفه فندقيه، والتشغيل عن طريق شركه تطوير البلد اللي هي احد اذرع صندوق الاستثمارات العامه، بالاضافه الى استقطاب رواد اعمال، شغالين على استقطاب رواد اعمال في عده مجالات، يعني الجانب التجاري، الفني، الثقافي. وحاليا يعني من احد الفعاليات اللي شغالين عليها في البلد هو موسم رمضان. موسم رمضان يعني من اهم اوقات السنه اللي الزوار يزوروا منطقه البلد، وحتلاقوا فيها يعني السواح موجودين، تتكلموا اللوكل، الناس سكان البلد من مقيمين او سكان موجودين. ارقام ما شاء الله جدا ممتازه ومميزه هذه السنه. يعني السنين الماضيه كان عندنا نحن افريج في رمضان تقريبا من 40 ل 60 الف زائر يوميا. اليوم لليوم في الشهر الكريم احنا واصلين من 100 الف ل 120 الف افريج زائر يوميا. في المنطقه الحمد لله بتنمو وماشيه في الطريق الصحيح لله الحمد. ما مساهمة القطاع الخاص في هذا المشروع؟ هل هناك عقود سلمت بشكل مباشر للقطاع الخاص من الصفر، أم القطاع الخاص يأتي بعد عملية الترميم والإنقاذ؟ يعني لو نتكلم عن القطاع الخاص، نحن عندنا شقين، عندك الشق التطويري اللي هو القطاع الخاص يشترك معانا في يعني هاند ان هاند. نحن اليوم اذا بتكلم، لانه نحن اليوم اعلان المباني الخضراء والمباني التراثيه، القطاع الخاص شريكنا في المباني التراثيه عن طريق التعاقد مع مكاتب استشاريه، عن طريق مكاتب مصممين، مقاولين، يعني مشغلين ليتر اون. فالقطاع الخاص بيشتغل معنا على تطوير المنطقه، اذا كانوا مقاولين او استشاريين، او تتكلم انت على مشغلين داون ذا لاين. والمشغلين زي ما ذكرت لك اوريدي بدأوا في المنطقه موجودين، وطبعا لونج تيرم لما نخلص على 2030 ان شاء الله اعاده احياء المنطقه بشكل عام، القطاع الخاص هو اللي هيشغل المنطقه بالكامل. طب ما هي ابرز التحديات التي تواجهكم في هذه المرحله مع اقترابكم يعني من وضع اللمسات الاخيره على هذا المشروع التاريخي الجميل، ولكن بالتاكيد هناك بعض التحديات، ما هي ابرزها؟ صحيح صحيح، التحديات يعني في المباني، مره ثانيه المباني التراثيه عندنا قبل ما البرنامج ينشا في 2018 كان عندنا افريج في السنه اعداد المباني اللي بتنهار سنويا حوالي 5 مباني سنويا. بعد ما تم انشاء الوزاره في 2018 وانشاء برنامج جده التاريخيه، كان من اهم الملفات اللي بنشتغل عليها ملف تدعيم وانقاذ المباني الخضراء. فاشتغلنا على المرحله الاولى اللي استهدفت 34 مبنى تراثي للتدعيم والانقاذ، والمرحله الثانيه والثالثه كانت من دعم سمو سيدي لمشروع 56 مبنى وتم العمل عليه. وبشكل عام استهدفنا اول ما جينا 90 مبنى قايل بالسقوط واشتغلنا عليها. من الجانب الاخر في تحديات في يعني في السوق، يعني قطاع الترميم بشكل عام اول ما جينا ازول ما كان في النو هاو، ما كان في الكالبس من سبجكت ماتر اكسبرتس، مقاولين، مواد حتى طبيعيه في السوق. بس اليوم الحمد لله بعد مرور 6 سنوات صار في يعني تحالفات من قبل المقاولين والاستشاريين، وصار في وفره في الكوادر المحليه والرو ماتيريالز في المنطقه. فنتامل ان شاء الله انه هذه المعوقات والريسك تخف وتزول ان شاء الله مع مرور الزمن. الاجزاء والمواد التي اكتشفت او موجوده من الاساس في هذه المباني التاريخيه، كيف يتم التعامل معها؟ هل يتم اعادتها الى مكانها ام يتم الاحتفاظ بها كمقتنيات تراثيه؟ جميل. نحن يعني منظومه الترميم بشكل عام واليونسكو هو يعني بريزرفيشن، هو المحافظه عن على على التراث وعلى المباني التراثيه. فنحن لما نشتغل على المباني التراثيه نشتغل على عده خطوات. اول شيء بيكون في دراسات فنيه عن طريق مختصين، وبعد كده اعمال الترميم بتنفذ عن طريق برضو يعني مختصين في اعمال الترميم. والهدف الاول اللي هو ارجاع المبنى لاصالته ولوضعه الاولي والحفاظ على جميع المواد. اذا عندك مثلا الرواشين القديمه بنرممها في مكانها، الجدران، الاسقف، الاساسات، هذه كلها بنحاول نحافظ عليها في المبنى للحفاظ على الهويه وطبيعه المبنى بشكل عام. المهندس محمد بامحرز، مدير عام إدارة ترميم الأصول التراثية ببرنامج جدة التاريخية، شكرا جزيلا لك.